أخبار اليوم. أنا بعلي صوتي بس عشان المزيكا عالية قوي. إحنا نزلنا الاثنين عندنا. أوكي. الأول عايز أقول لك وجودك النهاردة في سهلة حشيش لتنظيم السياحة وكمان الإيفنت بتاع الجو. هو وجودي النهاردة في سهلة حشيش أولاً عشان تورتي بالعربي، دي أول مرة بتحصل في القاهرة يعني في وطن العربي يعتبر كله، وفي مصر تحديدياً في سهلة حشيش، برنامج كبير انترناشونال تعمل بتقنية كويسة جدا. نشكر الأستاذ مجدي الهواري المخرج إنه هو نفذه تنفيذ رائع فوق الرائع، أنا مش متخيلة إنه هو هينفذه كده. بنشكرهم إنه هم جابونا سهل حشيش، أنا أول مرة يجي سهل حشيش وأنا سعيدة إني أنا موجودة هنا في مصر، واتمنى الناس كلها تيجي تشوف سهل حشيش عشان يا جماعه مش ممكن حلاوه المنظر، مش ممكن حلاوه البلد دي. شكرا ليهم وشكرا لمجدي وكل الناس. هو هيكسر الدنيا عشان ده الكينج. طبعا ده الكينج، فهيكسر الدنيا باذن الله. وعاملين شغل حلو في مسلسل المغني استنوه في رمضان السنه دي على قناه الحياه، ومسلسل فوق الرائع يعني كلمه رائع شويه، هتستمتعوا بشويه أغاني مش ممكن. شخصية ميار سكرتيرة البروديوسر المنتج بتاعت منير، وهي تقريبا منير مش هتحتفني طول المسلسل يا جماعة، مش عارفين نجيبه في كل الحفلات، فاكتشفوا ده في المسلسل. يعني بالنسبة منير اكتشاف قد ايه الراجل ده يستاهل ان هو يكون كينج فعلا، قد ايه هو راجل محترم وشيك وجميل وابن بلد بالمصري، ابن بلد وجدع وبيحب الناس كلها. ويا رب يا رب يسعدك يا منير وتبقى دايما سعيد في حياتك زي ما انت بتسعد لحواليك. فاضل لي اسبوع. النهارده قد ايه بقى؟ لا تقريبا يعني اكتر من نص، فاضل لي تلت. انت مع الكينج مش شايفه؟ انا مع الكينج مش شايفه اي مسلسل، مع احترامي ليكوا يعني انا مع الكينج. يعني ترشيح جاي من دكتور شريف صبري في سينما، بس انا لسه ما ادتش وكان المفروض اقول لهم، بس انا عشان هنا بحضر الحفله الكبيره دي فما عنديش وقت اقول لهم. بصراحه ما قدرتش اقول، ما قدرتش اسيب الحفله دي. ثانك يو.